أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور، مشددا أن بلاده مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام. أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء الجمعة حل مجلس الأمة. وفي التفاصيل، أعلن أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات. وأكد الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، وقال أنه كانت هناك مصاعب وعقائل لا يمكن تحملها. وكشف أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، حيث أراد البعض التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير. كما أوضح أن هناك من يحاول تعطيل مصالح البلاد، فوصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير. وكشف أن هؤلاء حاولوا فرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة، وهو ما منع الأخيرة من إكمال تشكيلها. وأيضا أعلن ضبط من أدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة، مشددا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد. وأضاف اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، لافتا إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض. وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلنا اتخاذ قرار صعب إنقاذا للبلاد. وقال أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم، ولن يسمح بالمساس به بتهم. وأكد على ألا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته. وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتماما كبيرا، واعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، خصوصا بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية. ويشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويتكون من 50 عضوا ينتخبهم الشعب، ويعد وزراء الحكومة من غير المنتخبين لمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم، في حين يشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب ورئيس مجلس الوزراء ضمن العدد المذكور.